موسم بتاع السينما ايش يا حبيبتي يا حمتي؟ طب يا مقتول فوق لفواق انا هتلبس واسعة البيت. ايه ده؟ صباح الخير ايش؟ صباح النور، ازيك؟ ان شاء الله تكون نمت كويس. نمت وحلمت بيكي. حلمت بايه؟ و اللهم الله ما حدش يعلم عندي الا بكل ادب. ايه ده؟ مش حد نزل هيكون ايه؟ المباحث وجاية تصبح. اولا اعرفكم انا بنفسي، انا اعوذ بالله من كلمة انا محروس ابو شامة صاحب العزبة دي كلها. صاحب العزبة؟ صاحب العزبة دي منين؟ احنا طول عمرنا عايشين فيها وتولدنا فيها. ايوه انا بقى اشتريتها من ورثة الخواجة اللي ساب البلد وهاجر من 35 سنة، وانا بقى نويت خدمة لكم وللوطن انشاء مدينة سياحية بعد هدم العشش دي كلها. لا بقى، ده يبقى فطيرة على مية بيضة. طب واحنا نروح فين؟ اقول لكم بتعملوا ايه؟ تقدموا عرايز لوزارة الاسكان، وهي بقى اللي تسكنكم بمشيئة الرحمن. ويعني ايه الاسكان مشكلة؟ دي حاجة بسيطة خالص. مموت يا حمار، احنا مولودين هنا ومش هنتعتع من هنا. سكتوا الكلب ده. ما حدش مد ايده عليه. ايوه ايدك هتخلص ايدك. ايه؟ مش عارف رحمار. حرام عليكم. حق ايه؟ حق ده ايه؟ فلوسي. فلوسك ايه؟ انا اقدر اجيب عليها واطيها دلوقتي. يا بيب الهداوة، الانسانية فوق الحق وربنا فوق الفلوس. وانا اعوذ بالله من غضب الله همشيها انسانية. وهدفع فلوس. فليعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. فليعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. قول يعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. اسمع يا انت، اللي هيمضيني على تنازل ويعزل هديله 100 جنيه. يا عم دول يتنشلوا في ثانيه، ده انا بقيت ليله بحالها في حضن قرده ب 100 جنيه. يبقى اللي مش عاجبه بقى ذنبه على جنبه. انا بقى يا اخويا مش عاجبني. طب انت ايش بقى؟ امسكوا الكلب ده. طريقة سعادة البيه، انت متهم بالشراف القتل. قال يا فندم ارض الغزال بتاعه. ارض الغزال؟ ليه؟ ما انت بتسول الكلب على الشراش. يا بيه انا جنب الاسعاف. طالبين الاسعاف يا بيه. انا عايز حد يكلم الاسعاف. انت اسمك مش غريب عليا. قلت لك ثوابي يا باشا. اه مسعد الوشاط ده انت مطلوب في مديرية الامن. اهلا. ده طبلت معوض. شد حيلك، انا هشد لك محامي. اوعى يا راجل انت. ما كانش يومك يا ابو العيال. ادخل حبك في اللي في الارض. اوعى ليه وجاي، قلت لك. مصعب بعد اذنك يا شويزه جوزي. ايه ايه ايش هتفضلي دايره ورايا؟ يا طعني مش انا السبب. خد جبت لك سندوتشات وسجاير وقرشين كده على موقفهم. معلش بقى، العين بصيره والايد قصيره. قصيره ليه؟ ما كانت طول كده. ده انت نشلتيني انا ذات نفسي. انا بعد ما شفت اللي جرالك انا خفت وحتوب. نعم، وده وقته؟ ده السجن ده هو المصروف. على ما همكش، انا سداده. بس انت مرحلينك فين؟ على اسكندريه. حصلت قضيه هناك متهم فيها، بس عليا النعمه انا محتبها لسنه. هتخلص يا واد كفايه كلام. الله، ما تخليك حلو. امال ما انت هتاخد السندوتشات؟ انا هاخدهم برضه. الجر قدام. اشوف وشك بخير. مصعد مع السلامه يا مصعد. مع الف سلامه. انا مش هسيبك. انا عايز كرسي جنب الشباك. اطلع عطل. اطلع شويه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، العتب على الظلم. ايه ده مش تفتحي؟ حقك عليا يا سعادة البيه. حصل خير. حقك عليا.